بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في لعبة جديدة وأول لعبة على القناة، هي لعبة ستيب. كما تشاهدون هنا، أوه حركة رائعة، والدبل فليب فلاب رائعة جدا صراحة. لعبة ستيب من أفضل الألعاب الموجودة حاليا على الجيم باس ألتيميت على الإكس بوكس، لقد أصبحت مجانية الآن على الجيم باس إلتيميت. كما تشاهدون هنا حركة جميلة جدا لمحبي الثلج ومحبي الجبال. أوه لقد سقطت الآن. واو، ولني طيحة ضرب واعرة طيحة. هذه النوض من جديد، سوف أنهض من جديد وأتابع اللعب الآن. أوف دبل فليب فلاب مرة أخرى، حركة مميزة جدا، زائد 74 نقطة. وما زلت الآن سوف أمتعكم أعزائي الكرام بالحركات. إذا قضيت على الحركات هذه أمتعكم بها إن شاء الله، الحركات الجميلة هنا. أين السرعة أين السرعة؟ ضغطت على ال أو على الفرامل حتى ولو أنها لا توجد فرامل. والآن ما زلت الآن يعني أشق الثلج هنا، ربما نعم أقوم ليس الدبل فليب بل فليب واحدة و 134 نقطة. نعم 134 نقطة، والآن 114 نقطة، لكن لم تنجح تلك القفزة أو الحركة، زائد 46 نقطة، هي 80 نقطة الآن. فهو رصيدي لحد الآن أعزائي الكرام رصيد جميل جدا لحد الآن 50 نقطة. فليب زائد 162 نقطة وسقطت الآن. هيا انهض يا صديقي، انهض انهض بسرعة انهض بسرعة، فما زال أمامنا طريق طويل جدا، طريق ثلجي طويل. والآن حذاري من الأشجار يا صديقي، حذاري من الأشجار. سوف أقوم أعزائي الكرام إن شاء الله. قفزة جميلة جميلة، قفزة رائعة جدا، قفزة جميلة وقفزة أخرى لكن قصيرة شيئا ما. سوف أذهب يعني لتتبع السهم، لا أدري ماذا يوجد في ذلك السهم، ربما علي أن أذهب إلى تلك الطريق على اليسار. سوف أحاول الذهاب إلى ذلك الاتجاه البرتقالي، سوف أحاول الذهاب لأنه لدي الآن السكيت أو السكيت بورد، ولا يمكنني أن أذهب في يعني المرتفعات، فهذا صعب جدا ومستحيل. وهنا حركة جميلة جدا و 522 نقطة يا أعزائي الكرام، نعم 522 نقطة. وهنا حركة أخرى لكن فوق الصخر و 102 نقطة فقط، كما تشاهدون 102 نقطة. هنا حركة جميلة أيضا لكن فقط 98 نقطة فقط أعزائي الكرام. فأنا الآن أحاول أن أذهب إلى الطريق اليسار لكي أكمل المشوار، وأوعدكم أعزائي الكرام أنني سوف أقوم بعمل فيديوهات كثيرة وكثيرة إن شاء الله حول جميع الألعاب، وسوف أشارك معكم جميع الألعاب الموجودة والتي يمكنني تحميلها من الجيم باس ألتيميت، وأنتم تختارون أعزائي الكرام، يمكنكم اختيار ما هي اللعبة التي تحبون إن شاء الله أن أقوم بعمل مراجعة لها أو بعمل تحديات في تلك اللعبة. وإن شاء الله الفيفا 2021 قادمة في الفيديو القادم بإذن الله، وألعاب أخرى ممتعة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقوا دائما في متابعة باقي حلقاتي القادمة إن شاء الله. وبإذن الله سوف نذهب في طريق الجيمين أيضا، ونحتفظ أيضا في نفس الوقت بالمحتوى التقني ومحتوى الاندرويد إن شاء الله وبإذن الله. ولكن هنا لدي لكم بعض الفقرات وبعض السلسلات هنا حول الألعاب، ألعاب الكونسول أو ألعاب الإكس بوكس أو الإكس بوكس 1 أو الإكس بوكس إكس سيريز أو ألعاب البلاي ستيشن 5 أو البلاي ستيشن 4. ربما لا أظن على أن لعبة ستيل موجودة على النسخ القديمة من الإكس بوكس أو البي إس،
4 أو PS3 على ما أظن. لقد وصلت هنا إلى هذا النهر المتجمد كما تشاهدون. فهذا أعزائي الكرام فقط بث تجريبي أو فيديو تجريبي فقط، وإن شاء الله في فيديو قادم سوف أقوم بعمل يعني الكثير والكثير من المغامرات الرائعة والألعاب الجميلة، وأضرب عليكم موعد في فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة. مع السلامة.